ربنا يا جماعة دايرنا نموت على الإسلام. الكلام الذكر الشيخ أحمد والمشايخ من قبلنا كل كلام بدور حول الموضوع ده حول الإسلام، وإن الزول يموت مسلم. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا دايرنا نموت على الإسلام. أما في ناس بيدعوا غير الله زي ما ذكرت لكم، أنت لو دعيت غير الله بتموت غير الإسلام، بتموت كافر، لأنه هناك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الزول يكون مسلم يا جماعة، ده الإسلام ابتداء بالعقيدة الصحيحة. أما هنا عندنا في السودان وغير السودان بنشوف ناس كتار هم بيصلوا معانا وبيصوموا وبيحجوا وكده، لكن بيدعوا غير الله سبحانه وتعالى، بيمشوا الجباب وبيمشوا الأضرحة وبيلبسوا الحجبات والتمائم، ده ما من الإسلام يا جماعة، ده كله شغل المشركين. دول يربطوا الحجاب، يقول اربطوا الحجاب من الخربنا خراب، ده الشرك ذات، وده ما مسلم، ده ما مسلم. دول تلقاه يمشي له يشيل له حجاب رزق شغال له في درداقه، حجاب رزق شغال شايل له صحمونه، صحمونه اذا يرزع حجاب رزق ها صحمونه شايل له فوق في السقاله فوق الحجاب يسوي ذن صحمونه دايل له حجاب. ما تمشي تلقى لك ناس شغالين طيني، انا ناس اشتغل معاكم ما دار الحجاب، ما شفنا هذول عنده حجاب عنده عمارة بحجابه ده، تلقاه عنده حجاب وليه الساعة واحدة ما فطر هو بيع الحجاب، ليه الساعة واحدة ما فطر، أو تلقاه ولد صغير بعد ما ولده يخطوا له جنوه كمون ولا حاجة، ولا خروف، خروف واحد خروف بالحجاب بتغيره، ولا حمار حمار عديل، ولا خاتل له جرس، واحدين بيعتقدوا يعني يخطوا يربط له حاجه هنا كمون، ولا خاتل في العربيه بتاعت الديركسون، ولا خاتل صوره الشيخ بيه جاي، ده كله من الشرك يا جماعه، ده ما من الاسلام. والله يجيك عربيه تفرتك انت والشيخ ذات، لانه كثير تلقى الواحد خاطر صورة الشيخ جنب الديركسون عشان العربية ما تعمل حادث، كثير ياك وندراني فرتك حتة حتة، تلقى اللستك في حتة والشيخ في حتة والسواق في حتة والقمصاري في حتة، الشيخ وينه؟ فربنا قال إن كل نفس شنو لما عليها حافظ، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده الزول لو مصر وبيدعو غير الله سبحانه وتعالى نام تجيه الملائكة يقبضوا روحه، ما بيقدر يقول لا إله إلا الله. ربنا في قال في ناس زي ديل، ربنا قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين حمال الحمائل؟ وين البرعي؟ وين بشام؟ وين الفركة؟ وين درع الفينة؟ وين المكاشفي؟ وين الصايم؟ وين ود بدر؟ وين ود حتونة؟ وين؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم، ربنا قال إنهم كانوا كافرين. كان معانا هنا قاعد لكن كان كافر، راسه قدر الميكروفون ده لكن كافر، كافر ما عارف حاجة، ياكل في التفاح وفي البرتقال
ويضرب في العتان وهو كافر كافر. عرف امتين بعد ما الملائكة جاتوا عند قبض الروح، وبعدين ما بتتخارج بعدك. يا ريت يا ريت ما بتنفعك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما تتحسر الحسرة بعدين ما بتنفعك. من حسي نجر عقيدتك تكون في الله خلقك براو سبحانه وتعالى، توري مرتك حبوبتك خالك أصلا البهائم دي موحدة، ما في خروف بشري. سمعت خروف قال يا ود بدر في؟ سمعت خروف قال يا ود عذورة ود عذورة؟ ما في. سمعت الأخ أنا ما قال يا ود عذورة؟ في ما في. لكن دول بشر عنده اثنين ونخين بيقول يا ود عذونة. من المدفونة عاين فوق نادي بذوق، عاين تعد نادي بمسك، عاين صعيد نادي عوض الصيد، عاين قدام نادي الهمام. الله وينه؟ ده كله الناس سجمانين زي ناس سجمانين، وربنا خلقنا عشان نعبده براه بس، ولا نعبد حتى الأنبياء. خلي ذيل ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الرسل ولا الصالحين ولا الطالحين. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس ليش يا جماعة؟ إلا ليعبدون للتوحيد. أنت في الصلاة بتقول إياك نعبد وإياك شنو؟ نستعين. نام أنت تعتر تقول يا ود بدر وعد تلقاو عندكم ما شاء الله هنا البهائم بتكون راقدة وفي جداد راقد ولا ما في؟ في جداد. خش الخرطوم هنا بتلقاو في مدني في الجنينة جداد. ما شفت الشوايات؟ جدادة تلقاها عاملة زي الموتر التوك توك عاملة كده، ما شفتوها؟ تلقى واحد أنا شفته بعيني دي، واحد تلقاه يضغط الجدادة دي كلها، ياكلها كلها، لا يخلي كراع، لا أضان، لا عين. الجدادة ذات لو بتكور كانت قال كاك، الجدادة ذات لو حية كانت كورة كده. بعد ما ياكلها يقول كب يا ود بدر، ده ما مشري؟ مشرك ولا ما مشرك؟ ده مشرك ومجرم. انت الخلاك راسك كبير ده قد منه ويدك سمينة ده منه، لا خليت برتقال لا تفاح لا اناناس لا طعمية لا فول حجات لا جداد مكرفس لا لا شنو؟ تيجي تقول بعد ده يا ود بدر؟ بعد ده ما ظلم عظيم يا جماعة. إن الشرك لظلم عظيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ده منو؟ ده ود بدر؟ ده ود حيتونة؟ ده المشاجبي؟ يا ناس يا ناس، بعد ده في ناس يقول لك ده حسن ود حيتونة اللحية بغارة، والبرعي قال أبوي حسن بكم الفيل الكون متحكم. الكون ده فيه المغرفونات دين وفيه انتم القاعدين دين وفيه القريه دي ام حجير وفيه الخرطوم وفيه الدنيا كلها. قال ابوي حضر بكم الفيلكم متحكم. ده مجرم ولا ما مجرم؟ طيب ده ما مجرم، المجرم المروحه دي ولا شو؟ لو ده ما مجرم المجرم منو؟ المجرم الخروف؟ لا والله ما مجرم. المجرم الحمار؟ الحمار والله خير منه. الحمار ده بشيل البهائم وبشيلك انت وبشيل الشيخ ذاته، الحمار ده عنده فايده. لكن ده بنشر الشرك، ده بنشر الشرك. عشان كده يا جماعه البلد دي تعبانه ليه؟ ما في بنزين وما في عيش وما في غيره. السبب الصوفيه دي والله السبب الصوفيه. لابد انت عرفت التوحيد ولا صغير تنتف الصوفيه دي في الحله. تجي في هناك في الشارع ده بيجي تنتف البرعي المكاشفي، والله بعد شويه الميكروفون ده تجيب بنزين. ابدا توحيد تمام. اما تخاف وتقول الشيخ بينفخك، الشيخ عنده بترول عنده بنشر؟ ما بينفخك يا اخي. ربنا قال
ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرجل الذكر جد جد مش الدولة بعمة الكبيرة، لا 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 هيدا رجل، لكن الرجال ما بقدر. الرجل الجد ده الدولة الموحد، ما بيضع طاقته هناك عند الشيخ يا سيدي البريدك من دليلك. ده خايب ولا راجل حس؟ ده دول خايب يا اخي. انا راجل وادمرة ها وبتمسكوا كورونا وبطرش وبقول ده ما بناديوه ابدا ابدا. لو اصلا فيه يا جماعه راجل بينادوه ننادي منو؟ ننادي الرسول عليه الصلاه والسلام. صحيح؟ انت لو ناديت الرسول ذاته عليه الصلاه والسلام ربنا قال لك الحمار الحمار خير منك والبهائم جميعا خير منك. قال لا اضل منه ما في. الزول الضال اه ربنا ما قال بتاع البنجو ولا بتاع السجاير ولا بتاع العرقي ولا بتاع ذاك ولا بتاع ذاك. الزول الضال ده اللي بينادي غير الله. ربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. ده اضل مخلوق داير تعرف جارك بالحيطه اللي بيصلي جنبك القاعد بيغالي بتاع الرشه بتاع العربيه بتاع المطعم بتاع اللي بيقلب الزراب يداك داير تعرف الدول الضال. الدكتور المعرف المهندس الدول الضال في الناس دي كلهم بقى دكتور بقى عبتالي. لو بقى دكتور ومنادي الشيوخ ده ضال، لو عنده 17 قلم ده ضال وده مجرم. وانا اديك دكتور واحد واختم لك، دكتور اسمه حسن الفادح غريب الله، ده دكتور ما تور، ده تور ما دكتور. ها؟ ده قال الشيخ بعد ما يموت يعني في الصوفيه يعني. والشرك ده اصلا جبالك جابه منو؟ الشرك ده نشره منو؟ ما نشره الصوفيه، ده صوفي وسماني. قال الشيخ عندنا بعد ما يموت يطلع من قبره قال يقضي حوايج الناس ويرجع راجع. يعني معنى كلامه ده شنو الدكتور ده؟ معناه حتى لو دفننا دول في واحد ابوه ميت قبل 15 سنه مثلا يجيوا هنا حتى في ده كلام الدكتور قال كده. كان انا كان انت كان غيرك. قال يتكلم معاه يقول لي يا ولدي محمد انا جيت اتونس معاك شويه، كيف احوالك؟ والبنزين اليومين دي في جوطه شويه والرغيف ما في. وقال ارجع تاني. باقي لك الكلام ده صح؟ يرجع تاني وين؟ زي ما قال لك شيخ احمد ذول ميت ده خلاص ما بقوم تاني. الناس الروع مع البهايم، البهيمه لو ماتت رفايقتها رفايقها بشمنها كده بعرفنها شنو ماتت بمشمنها ماتت خلاص. وذول دفنته خطيت الطوب بعدين لو زي ما قال شيخ احمد لو مت في السودان ده هنا تكسر. والله الديمقراطي لما انت تستغرب اخذ طلطوه بيجاي لك واحد بيجاي انت لو صاحب كوري واحد بيجاي. وبعد اللهم ان كان محسنا وان كان مذيئا. الناس الدفنوك جزات بعد كم يوم وجيك يا شيخ البريدك من دليلك يمرق بين. طيب الدكتور ده قال الزول ده بيطلع يجدع التراب وما عارف غاية تشوف له شوال يلبسه ويجي الليل ويمشي يستحمى لانه وسخان وشغله طويله ها؟ وممكن يلقى شارع الزلط جابوه به وتكسر وما عارف الحله دي يمكن تكون رحلت بنين وما معروف. ولو ساكن في الخرطوم ما يلقى ما يعرف. قال بعد ده بيجي لمرته بالليل بالليل يتلم ويزالهم وكيف احوالكم والداير عز الديو والداير يشوف الاحوال كيف. وقال ارجع تاني. طيب انت طلعت العجبان في السخانة دي شنو؟ حاسس دول لما تكون في الحراسة وقالوا ضمانة طلع بيجي راجع؟ ما بيجي راجع. أنا والله شفت ناس ضامنينهم فكون الدول الضامن ده استلقوا فكوا تاني خطوا الضامن ذات داك ما جا. طيب أنت ميت مرة واحدة ها وتلقى الشيخ ميت عاملين له قبة فيها ثلاثة طبل طبلة فوق وطبلة في النص دايرين من وين يا وخدت لهم كيف اوف ومروح واربع شبابيك. نحن حيين ما عندنا شبابيك ذات ذول ميت شبابيك داير باشو. بعد يجي واحدة ها يجي يفتح الباب
ويبخر القبة. يبخر القبة. أبويا الشيخ كيف أصبحتها؟ أصبحتها هو أصبحتها عايبة والرقدة دي. ومات. أبويا الشيخ أصبحتها كيف؟ يا زول. واحد يقول أبويا الشيخ ظهري انكسر، ظهرك أنت كترك أنت وظهر أبوك الشيخ. أبوك الشيخ ما عنده حياة، ميت يا أخ. فشوفك عبد من الشرك ده زي الآية ربنا داير نموت على الإسلام. داير تكون موحد تبعد من الصوفية ده البعيد. بعيد. خليك موحد. ولو عندك معاصي ربنا بيتجاوز عنك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أخليك على العقيدة الصحيحة، لأنه يا جماعة يمكن تموت سريع. تموت في عمر الأولاد ديل عمر 10 سنة بتموت، 25 قدري كده، أكبر مني أصغر مني، الموت بيجيك سريع. ما معروف يجيك في الركشة، في حادث، بتاكل في المسجد، في الطاحونة، في صف العيش، ما معروف. لكن أخليك عقيدتك تمام. عقيدتك دي رأس مالك، رأس مالك. لأنه لو مت على الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ولو مت معلق حجاب ده الشرك. إن الرغى والتمائم والتولة شرك، رسول قال ده شرك. فالعقيدة الصحيحة دي يا جماعة بتصلح البلاد والعباد.